إذن اليوم نتعرفوا على درس المنشور القائم والأسطوانة. دائما نقول أسطوانة قائمة. إذن نقوم فقط بتذكير، إذن المنشور القائم هنا نتعلق الدرس بالمجسمات. إذن هنا عندنا المجسم التالي نسميه بمنشور قائم. لماذا يسمى منشور قائم؟ لأنه لديه قاعدتين لهما نفس الشكل وجوه جانبية عبارة عن مستطيلة. إذن هذا يسمى منشور قائم، قاعدته مستطيلة. إذا عندنا جوج ديال القواعد متماثلتين يعني لهما نفس القياس ونفس الشكل. هذه الوجوه تسمى بالوجوه الجانبية. إذا 6 سنتيمتر تمثل ارتفاع المنشور القائم. إذا 2.5 سنتيمتر غنأخذ مثلا هي قياس الطول. طول ماذا؟ طول فقط نتكلم عن القاعدة، لأن هنا القاعدة على شكل مستطيل. طولها 2.5 سنتيمتر وعرضها 1.5 سنتيمتر. إذا هذا المنشور القائم يمكن لي نحسب جوج الأشياء، يا إما غنحسب المساحة الجانبية. يعني شنو المقصود بالمساحة الجانبية؟ سنحسب فقط الوجوه الجانبية للمنشور فقط. أما المساحة الكلية للمنشور القائم، إذا ملي كنقول كلها إذا نقصد بها الوجوه الجانبية وأيضا القاعدتين. إذا هنا عندنا جوج خاصيات لكي نحسب هذا التمرين. إذا القاعدة الأولى لحساب المساحة الجانبية، إذا لحساب المساحة الجانبية للمنشور القائم بصفة عامة هي محيط القاعدة في الارتفاع. ألوغ المساحة الجانبية بالفرنسية نسميها لا سيرفاس لاتيرال. ألوغ إيسي أون في سين إس إل سافتيغ لا سيرفاس لاتيرال. إذا دائما نقول أن الرياضيات نستعمل فقط الرموز لي اختصار وقت. إذا لا سيرفاس لاتيرال إي إيكال بي دو بي فوا إتش سافتيغ لو بيريمتر دو باز فوا إتش اللي هو ال لا هوتور. ألوغ نعاودو المساحة الجانبية لا سيرفاس لاتيرال إي إيكال محيط القاعدة في الارتفاع بيريمتر دو باز فوا لا هوتور. هذه بالنسبة للمساحة الجانبية. باش نلقاو المساحة الكلية يعني كنقولو كلشي بالنسبة للوجوه الجانبية والقاعدتين. إذا المساحة الكلية هي المساحة الجانبية اللي سبق لينا وحسبناها زائد مساحة القاعدة في اثنان، يعني مساحة القاعدتين لأنها عندنا جوج. ألوغ إيسي لا سيرفاس توتال هي المساحة الكلية يعني توتال. ألوغ ندي إس دو تي سيرفاس توتال إيكال سيرفاس لاتيرال بلوس لا سيرفاس دو باز فوا دو. نعاودوها، المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة في اثنان، اللي قلنا لأن لدينا قاعدة تين. إذا باش نفهموا هذه القاعدة بشكل جيد، غنمشيو للمنشور القائم اللي عندي أنا في المثال. إذا عندنا قلنا الارتفاع المنشور هو 6، القاعدة هنا على شكل مستطيل. إذا هنايا طوله 2.5 سنتيمتر وعرضه 1.5 سنتيمتر. إذا أول غنحسبوا المساحة الجانبية لهذا المنشور القائم. إذا سنكتب المساحة الجانبية في السنتيمتر مربع لأنها مساحة تطبق القاعدة. إذا هنا بصفة عامة لا سيرفاس لاتيرال إيكال بيريمتر دو باز فوا لا هوتور، يعني محيط القاعدة في الارتفاع. هنا القاعدة على شكل ماذا؟ على شكل مستطيل. إذا غنقولو محيط المستطيل اللي هو الطول زائد العرض في اثنان، وعاد غنضيفو عليها في ارتفاع المنشور. إذن هادي هي هادي، هادي نقول بصفة عامة، وهنا بصفة خاصة. علاش بصفة خاصة؟ لأن القاعدة هنا على شكل مستطيل. إذا ديرو التطبيق العددي، قياس الطول هو 2.5 زائد قياس العرض هو 1.5 في اثنان في الارتفاع، إذن مجموع بأكمله هو 48 سنتيمتر مربع. علاش سنتيمتر مربع؟ لأنها مساحة، إذن هي سيرفاس لاتيرال. أنا غنحسبو المساحة الكلية دائما بالسنتيمتر مربع. إذا لا سيرفاس توتال بصفة عامة هي لا سيرفاس لاتيرال بلوس دو فوا لا سيرفاس دو باز، يعني مساحة جانبية زائد مساحة القاعدة في اثنان. إذا هنا بصفة عامة، هنا عندنا بصفة خاصة، حسبنا المساحة الجانبية اللي هي 48 زائد مساحة القاعدة. الآن القاعدة هنا على شكل ماذا؟ على شكل مستطيل. إذا هنا يمكن لي
نكتب مباشره ممكن ليا نمشي نقلب على المساحه القاعده عاد نكمل عاد نقلب على المساحه الكليه كيبقى ليا الاختيار. اذا هنا غنختصروا حنايا، اذا زائد مساحه القاعده هي 2 في يعني عندنا 2 مساحه القاعده هنا على شكل مستطيل اذا هي الطول في العرض، اذا هي 48 مساحه الجانبيه زائد 2 في الطول اللي هو 2.5 في 1.5. اذا النتيجه النهائيه ستكون هي 55.50 سنتيمتر مربع. اذا هنا هذه هي المساحه الكليه لمنشور قائم. باش نفهموا اكثر ان شاء الله غنديروا هذا التمثيل لهذا الدرس. اذا عندنا هذا الخطط نستعملوها، ان المساحه الجانبيه بصفه عامه لا سورفاس لاتيرال ايتيغال بي دو باز فوا لا هوتور، يعني بيريمتر دو باز فوا لا هوتور، محيط القاعده في الارتفاع. اذا هذا بصفه عامه. انا عطيت واحد الامثله، مثلا الا كانت عندنا هذا المنشور القائم قاعدته على شكل مستطيل، اذا هنا هذه بصفه عامه، اذا هنا بما انها على شكل مستطيل غتولي بصفه خاصه. اذا اللي جيت نكتب لا سورفاس لاتيرال شنو غنكتب؟ راه هي محيط المستطيل في الارتفاع. اذا هذه اش غتولي؟ محيط المستطيل هو الطول زائد العرض في 2 ساضربه في الارتفاع. لماذا؟ لان القاعده على شكل مستطيل هنا. نعاودو باش تفهم اكثر، بصفه عامه محيط القاعده المساحه الجانبيه هي محيط القاعده في الارتفاع. إذا كان عندنا شكل القاعدة مستطيل خاصني نكتب محيط المستطيل في الارتفاع اللي هو الطول زائد العرض في 2. مثال ثاني، إذا كانت عندنا القاعدة على شكل مربع، إذا هنا كاين واحد الخاصية اللي هي سهلة جدا، غنقلب على المحيط ديالو حتى شي حاجة، غنكتب 4 في الحرف في الحرف، لارض فوا ارض، ألوغ 4 فوا ا فوا ا، يعني 4 في الحرف في الحرف. إذا هذه بالنسبة للمربع، هذه خاصية تتكتب لنا لأن محيط المربع هو 4 في الضلع وارتفاع المربع هو لأنهم جميعهم متقايسة، إذا ما كنفرقوش ما بين الارتفاع وقياس الضلع، يكون لهم نفس القياس، لذلك نكتب 4 في أ في أ، يعني 4 في الحرف في الحرف. إذا المثال الثاني، دائما نقول بصفة عامة المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع. الآن إذا كانت القاعدة على شكل دائرة، هنا كنتكلموا على الأسطوانة. إذا كانت القاعدة هنا على شكل دائرة، شنو خاصني ندير؟ إذا غيولي عندنا المحيط أو المحيط الدائرة في الارتفاع، إذا هنا لقينا محيط الدائرة بدلالتين، بدلالة القطر أو بدلالة الشعاع، إذا حتى هنا غنلقى سنقول محيط الدائرة إذا لا سورفاس لاتيرال إنتيغال لو ديامتر فوا بي. وسأضيف فوا لا هوتور، علاش؟ ارتفاع المنشور القائم. محيط الدائرة هو القطر في بي، ودنا نضيفو عليه في الارتفاع ديال المنشور القائم، هذا بدلالة القطر. أو المساحة الجانبية تساوي 2 في ار في بي، إذن هذا هو محيط الدائرة بدلالة الشعاع في ارتفاع المنشور. إذن هنا بصفة بالنسبة للأسطوانة القائمة عندنا المساحة الجانبية إلى بغيناها بدلالة القطر نقول القطر في بي في اش ارتفاع، بغيناها بدلالة الشعاع سنقول 2 في الشعاع في بي في الارتفاع. إذا هذه بالنسبة إلا كانت عندنا أسطوانة. نمشيو للمثال الثالث، إذا كان عندنا القاعدة ديال المنشور القائم عبارة عن مثلث مثلا، إذا غنقلب على ياش؟ إذا هنا غتولي عندنا بصفة خاصة، علاش؟ لأن القاعدة مثلثة. إذا شنو غندير؟ بصفة عامة هي محيط القاعدة في الارتفاع، يعني محيط المثلث في الارتفاع. محيط المثلث هو مجموع الأضلاع، يمكن لينا نكتبو هي أ بلس بي بلس سي، قياس الضلع الأول زائد قياس الضلع الثاني زائد قياس الضلع الثالث، وسأضربها في ارتفاع المنشور. إذا هذه هي لا سورفاس لاتيرال دان بريزم دوا ديال باز أن تريونغل، يعني إلا كان عندنا قاعدة على شكل مثلث سنقول محيط المثلث في الارتفاع، قاعدة على شكل دائرة سنقول محيط الدائرة في الارتفاع، قاعدة على شكل مربع يعني إذا كان عندنا بصفة عامة مربع أو مكعب سنقول الضلع في 4 في 4 عفوا 4 في الحرف في الحرف. إذا كانت عندنا القاعدة على شكل عفوا مستطيل سنقول محيط المستطيل في الارتفاع، كيبقى لنا دائما حسب شكل القاعدة.
بالنسبة للمساحة الكلية، إذا المساحة الكلية بصفة عامة هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين، إذا نفس التمرين، إذا كانت المساحة الجانبية غنكسبها ونضيف عليها مساحة القاعدة، إذا هنا إذا كانت القاعدة على شكل مستطيل، إذا غنخليها على السرفاس لاتيرال بلس دو فوا مساحة المستطيل اللي هي الطول في العرض، إذا هي المساحة الكلية لي مشروع قائم قاعدته مستطيلة، إذا هي المساحة الجانبية زائد الطول في العرض اللي هو مساحة المستطيل ضربوها في اثنان. مشينا مساحة المكعب، إذا هنا مساحة المكعب خاصية دائما هي 6 في الحرف في الحرف، قلنا علاش؟ لأن هنا ما كنفرقش ما بين الارتفاع وقياس الحرف، لأن لهما نفس القياس، إذا المساحة الكلية للمكعب هي 6 في الحرف في الحرف. الآن المساحة الكلية للأسطوانة القائمة، إذن هي المساحة الجانبية زائد مساحة الدائرة اللي هي الشعاع في الشعاع في بي، واضحة؟ ونضربها في اثنان، لماذا؟ لأن لدينا هنا قاعدتين، إذن المساحة الكلية للأسطوانة هي المساحة الجانبية زائد مساحة الدائرة في اثنان، لأن قلنا قاعدتين. نمشيو للأخيرة، إلا كان عندنا القاعدة على شكل مثلث، إذا شتي المساحة الكلية هنايا هي المساحة الجانبية زائد مساحة المثلث، إذا شنو هي مساحة المثلث؟ هي القاعدة في الارتفاع، هذا الارتفاع اللي كنقصد هنا ماشي الارتفاع ديال المنشور، الارتفاع فقط ديال القاعدة ديال المثلث، قسمة 2 في 2، إذا هنا يمكن ليا نختزل وغتولي عندنا لا سيرفاس لاتيرال بلس بي فوا اش. مكاينش ديفيزي باغ دو لأن هنا اختزلنا ب 2، إذا المساحة الجانبية أو الكلية لمنشور قائم قاعدته على شكل مثلث هي المساحة الجانبية زائد مساحة المثلث في 2، إذا يمكن ليا نعتبر هذه أو هذه، ومن الأحسن ناخذ هذه باش دائما ندير الاختزال في الحساب ماشي إشكال. باش نفهمو إن شاء الله أكثر غنزيدو واحد وضعية لفهم الدرس. إذا الوضعية الأولى هنا أحسب المساحة الجانبية والكلية لمكعب قياس حرفه 3 سنتيمتر، إذا غنحسبو هنا السرفاس لاتيرال، إذا القاعدة قلنا المساحة الجانبية للمكعب هي 4 في الحرف في الحرف 4 فوا لاغ فوا لاغ، ألوغ إيسي تطبيق العدد 4 في قياس الحرف هو 3 سنتيمتر، إذا نكتب في 3 في 3، النتيجة هي 36. الآن غنحسبو المساحة الكلية تطال، إذا فقط بالنسبة للمكعب اللي عنده هاد الخاصية، المساحة الكلية للمكعب هو 6 في الحرف في الحرف، إذا هذه بالنسبة للمكعب هذه قاعدة، إذا هي 6 حرف هنا عندنا هو 3، إذا في 3 في 3، إذا النتيجة هي 54 دائما سنتيمتر مكعب، لأننا نتكلم هنا على مساحة، إذا بالنسبة للمكعب خاصية، المساحة الجانبية للمكعب هو 4 في الحرف في الحرف، المساحة الكلية للمكعب هي 6 في الحرف في الحرف، وضعية رقم 2، أحسب المساحة الجانبية والكلية للأسطوانة ارتفاعها 7 سنتيمتر وشعاع قاعدتها 2 سنتيمتر، إذا هنا غنحسبوا المساحة الجانبية والكلية للأسطوانة، كيف هي قاعدة الأسطوانة؟ عبارة عن دائرة، إذا المساحة الجانبية دائما ب سنتيمتر مربع، بصفة عامة قلنا المساحة الجانبية للسرفاس لاتيرال هي محيط القاعدة في الارتفاع، بصفة عامة، هنا عندنا بصفة خاصة لأن القاعدة على شكل دائرة، سنقول هو محيط الدائرة في الارتفاع، عطاونا هنا الشعاع. إذا غنلقاو محيط الدائرة بدلالة الشعاع اللي هي 2 في الشعاع في بي، الكل في الارتفاع الموشور، ديروا التطبيق العددي الآن، يساوي 2 في الشعاع أيضا 2 في بي اللي هي 3.14 في ارتفاع الموشور اللي هو 7، إذا النتيجة النهائية هي 87.92 دائما سنتيمتر مكعب. الآن غلقوا المساحة الكلية،
على شكل دائرة. إذن هي مساحة الدائرة اللي هي الشعاع في الشعاع في الدائرة. دائما كندير تذكير بالقواعد. إذن هنا الشعاع يمثل 2 سنتيمتر، إذن هي 2 في 2 في 3.14 اللي هو قياس الشعاع مساحة القاعدة. إذن تساوي 12.56. هذا فقط مساحة القاعدة، إذن باقي ما لقيناش المساحة الجانبية الكلية. إذن la surface totale est égal à la surface latérale plus 2 fois la surface de base. يعني la surface de base ici. La surface latérale في الأول هي 87.92 زائد 2 في مساحة القاعدة لقيناها هي 12.56. قليلا فقط نحسبوا التطبيق العددي لهذا الشيء. إذا النتيجة النهائية هي 113.04 دائما سنتيمتر مربع، لأنها مساحة. إذا هنا في المساحة الكلية من أفضل شيء لقى مساحة القاعدة عاد لقى المساحة الكلية باش يسهل عليه فقط يبقى التطبيق العددي. إذا نتمنى يكون هذا الدرس مفهوم. نتلاقوا إن شاء الله في درس آخر.